بناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود محلات خاصة بصناعة وبيع الحلويات التقليدية زلابية يقومون بتخزين كمية من مادة زيت المائدة. بعد التنقل إلى المحلات ومراقبتها تم العثور على كمية معتبرة من زيت المائدة متمثلة في 344 قارورة زيت المائدة سعة 5 لتر أي بمجموع 1720 لتر كانت مخبأة داخل المحلات. على إثر ذلك تم حجز الزيت وفتح تحقيق في القضية.